بسم الله الرحمن الرحيم. الأول احنا جريد 7 ماث فيرست ترم يونت 1 ليسون 5. ليسون 5 ابلكيشنز اون راشنال نمبر. بالله انا عندي على النمبر لاين ده 2 راشنال نمبر هنا وهنا، ماشي؟ التو ماشي. راشنال نمبر ده ممكن يكون مثلا 1 اوفر 3، 1 over 2. 7 اوفر 9 مثلا. بيقول لي لو انا عايز اعرف مين الراشنال نمبر اللي هو فين في الهاف واي، يعني في النص بالظبط، مين هو اللي في النص بالظبط؟ طب اقدر اعرف اللي في الثيرد واي. الثيرد واي يعني ايه؟ يعني هقسمهم لثري ديستنس، خلاص، اللي هو هنا خلاص واحد، هنا ده الثيرد ديستنس، ده تو ثيرد ديستنس. طب اقدر اعرف اللي هو في الكوارتر ديستنس. كوارتر يعني اقسمهم لفور، ادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4، يبقى ده فورث هاف او 2 فورث 3 فورث. يعني لو عايز اعرف اي راشنال نمبر ما بينهم بيكون في النص، بعد تلت المسافة، بعد ربع المسافة كده يعني. هل اقدر اعرفه ولا لأ؟ في قانون ثابت عشان اقدر اعرفه. الاول لو انا ايه هو عايز القانون؟ الهاف واي اللي هو في النص بالظبط، بعمل ايه؟ قال لي لازم تعرف مين فيهم السمولست والجريتست، مين في دول الكبير ومين الصغير، ماشي؟ فبقول له ايه؟ السمولست انا عرفته خلاص، واعمل بلس. انا عايز اللي في الهاف واي، اقول له بلس هاف، واعمل لهم الاثنين ماينس بعض، الجريتست الكبير ماينس السمولست الصغير. تمام. تمام كده، تمام. بس هو ده القانون. طيب لو انا عايز اعرف اللي في الثيرد واي، بدل الهاف دي اعمل 1 اوفر 3. يعني بدل هاف اعمل ايه؟ ثيرد. يعني هنعمل smallest plus half قيم ال greatest minus ال smallest. بجيب الديفرنس ما بينهم واعمل لهم ملتبلاي هاف، بعدين اعمل لهم بلس السمولست، يعني ببتدي من ورا كده. طب لو انا عايز اعرف اللي في الثيرد واي، بقول السمولست بلس بدل هاف دي اخليها ايه؟ 1 اوفر 3 الجريتست ماينس السمولست. طب لو انا عايز اعرف اللي في الفورث واي، السمولست بلس السمولست بلس ال فور فور قيم ال الجريتست. greatest minus ال smallest. هو نفس القانون بس هنغير، بس اللي هو half third fourth. تمام. طب هو دايما لو انا عايز، مش عايز احط السمولست في الاول، لو انا عايز احط الجريتست في الاول اعمل ايه؟ هنا لو عايزين نحط ال greatest بدل ال smallest قال ممكن، نعمل بس بدل greatest تعمل بلس minus اعمل ماينس، minus يعني نعمل السمولست greatest minus ال half طيب ال ال greatest plus ال smallest لا دي ثابته، greatest دي minus سبت. smallest دي ثابته، half تمام. third fourth على حسب هو عايز الهاف واي ولا الثيرد واي ولا الفورث واي. لكن لو السمول عايز الجريتست يبقى جريتست ماينس، جريتست ماينس، جريتست ماينس. لو عايز السمولست، سمولست بلس، سمولست بلس، سمولست بلس. تمام كده، تمام. كده فهمت القانون؟ ماشي، نبتدي نحل. نبتدي. معاك كتاب الاكسرسايز، هنحل من الاكسرسايز على طول. ماشي.
طب وانا امتى احط السمولست واحط وامتى احط الجريتست؟ هنحط السمولست لما هل يكون بمزاجي ولا هو الجريتست. هيقول لي حاجة احط السمولست واحط الجريتست؟ هل هيقول لي حاجة فانا احط الجريتست ولا انا اللي بمزاجي؟ لو قال لي هاف لا واي يبقى بمزاجي. بمزاجي، يعني لو قال لي هات النمبر اللي في النص يبقى بمزاجي. لو قال لي from the side of the smaller number هنعمل smaller plus half time the greatest minus the smaller. ده لو ايه، لو هو الهاف واي. طب لو هو قال لي ثيرد واي او فورث واي، هو اللي هيقول لي من ناحية السمولست او من ناحية الجريتست. خلاص، فهنا انا ايه هختار اللي هو القانون التاني اللي هو greatest دي، قوانين ال greatest ده. دي ال greatest minus half the small ال greatest minus the smallest. أحمد دخل أهو. أو ال greatest minus quarter ال greatest. الو، يا أحمد ازاي؟ يا مستر، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. فطرت الحمد لله؟ الايه الصوت فطرت بيقطع يا جماعه؟ أكلت؟ بس انا النهارده باخد على التليفون عشان ايه؟ كنت بسألك أكلت ولا لسه؟ خلاص، ماشي. اللابتوب باظ؟ المرة دي باخد على التليفون عشان امبارح نسيت احط اللاب عشان طيب ماشي كده. أنت سامعني عرفت كويس؟ الصوت ليه كده. الصوت بيوصل متأخر؟ يعني هو بيقطع شوية. لا يا مستر. المشكلة من عندنا. ماشي، طب يلا بينا. يلا بينا. ماشي يوم. احنا كنا بناخد الدرس الخامس. كنا بنقول لو انا عايز اعرف عندي تو راشنال نمبر، عايز اعرف النمبر اللي في النص او اللي في الثيرد واي او اللي في الفورث واي، بجيبه ازاي؟ قلت كان عندي طريقتين، بعرف مين فيهم اللي سمولست، مين الكبير ومين الصغير. بعدين اقول السمولست بلس انا عايز اعرف اللي في الهاف واي، اللي في النص هاف، واعمل الكبير ماينس الصغير. طب لو عايز اعرف الثيرد واي بكتب السمولست، بعرف برضو مين الصغير ومين الكبير، واقول بلس ثيرد واعمل الجريتست ماينس السمولست. تمام. تمام. لو عايز اعرف اللي في الفورث واي السمولست برضو، واقول بلس كوارتر واعمل برضو الجريتست ماينس السمولست. تمام كده. دي طريقة. تمام. الطريقة التانية ممكن اكتب بدل السمولست في الاول بلس، اعملها خليها جريتست ماينس. ماشي، هو اللي هيقول لي from the smaller number او from the greater number. لو قال لي greater number احط greater ماينس،
لو قال لي السمولر نمبر احط سمولر بلس، لكن الجزء التاني ده زي ما هو ما بيتغيرش. ماشي يا احمد؟ ماشي، تعالى نبتدي نحل. بسم الله. بيلي فايند راشنال نمبر لاينج ات ذا ميدل اوف ذا واي، يعني بيكون موجود في النص. ماشي، عندي 3 اوفر 8 و 5 اوفر 8، 2 اوفر 5، 4 اوفر 5، 3 نيجاتيف 3 اوفر 4 و 3 اوفر 4، اي اثنين هاخدهم عادي. ممكن اخد ده هاف اند 7 اوفر 8، هاف اند 7 اوفر 8. تمشي بقى بالايه، بالخطوات كده. لازم اعرف مين فيهم الاول هو الصغير ومين الكبير. ماشي، بعمل ايه؟ بعمل كروس على طول، ده ملتبلاي ده وده ملتبلاي ده. 1 ملتبلاي 8 كام؟ 8. 2 ملتبلاي 7 14. كده مين الصغير؟ One over two، صح؟ One over two. يبقى هكتب one over two اللي هو smallest. لا. وأقول له plus. أنا كده قلت smallest ده. Plus plus كام؟ هو عايز الميدل واي، يعني half. الكبير ماينس الصغير. Half. الكبير اللي هو كام؟ seven over eight. Half plus half. تايم 7 اوفر 8 ماينس الهاف. ماشي، مظبوط كده يا احمد ولا لا؟ اه تمام. ماشي، ابتدي من على اليمين، اخلص 7 اوفر 8 ماينس 1 اوفر 2 الاول. 7 اوفر 8 اللي هو البراكت لازم اعمله الاول، ماينس 1 اوفر 2. طبعا ممكن اعملها بالكالكوليتر على طول، بس هو بيبقى عايز ستيبس. تمام، انا اعمل ايه؟ لازم ال2 دي تكون 8 عشان اقدر اعمل بلس او ماينس. لازم ال2 تكون 8. اعمل لها ملتبلاي 4 فوق وملتبلاي 4 تحت. هي يا مستر هتبقى ايكوال 11 اوفر 16. لا غلط، جوه البراكت بس. مال. بعد لما احنا نعمل خطوه بعد لا يعني لما نعمل الخطوه دي نعمل ايه؟ تعملي كل ده؟ اه ممكن يكون كلامك مظبوط. تعال نشوف، هو 7 اوفر 8 ماينس 4 اوفر 8. ماشي؟ ماشي. هنا ال 8 نفس ال 8. طب احنا ليه عملنا ال 4؟ عشان لازم يكون الدينومينيتور شبه بعض، ما ينفعش اعمل بلس او ماينس، لازم يكون الدينومينيتور شبه بعض. خلاص. فانا عملت دلوقتي 7 اوفر 8 ماينس 4 اوفر 8 طلع لي 3 اوفر 8، يعني هاف بلس هاف. ده طلع كام جوه البراكت؟ 3 اوفر 8. تمام كده؟ تمام. طيب هعمل الملتبلاي الاول، يبقى هاف بلس ده ملتبلاي ده وده ملتبلاي ده. 1 ملتبلاي 3 3 3 over و 2 multiply 8 16 over 16. ماشي، بعدين اعمل لهم بلس. عشان اعمل بلس او ماينس قلنا لازم يكون ايه؟ نفس الدينومينيتور. هو يا مستر لازم الخطوات دي كلها لازم تتعمل. للاسف. يبقى ال 2 دي تنفع تبقى 16؟ اعمل لها multiply by 8 وفوق برضه ملتبلاي باي 8، يبقى 8 اسف 8 اوفر 16 بلس 3 اوفر 16. تمام. انا جات لي يا مستر اللي هي المور، بس مش جاي لي القلم اللي فيه. تمام يا مستر، طلعت كل ده وطلعت يعني بدل ما نعمل كل يعني نعمل بس الخطوه الاولى دي هي دي خلاص. بعدين نجيب النتيجه. ليه ما ينفعش ان احنا
ما دي يعني بدل كل بالكالكوليتور. هو استفاد ايه بقى بالابلكيشن؟ الابلكيشنز ان انا اخليك تطبق كل اللي انت اخدته في اليونت، خدت ازاي تعمل تعرف تعمل كومبيرنج مين الكبير ومين الصغير استخدمتها هنا، تعرف تعمل بلس استخدمتها هنا، تعرف تعمل ماينس استخدمتها هنا، ازاي تعرف تعمل مالتي بلاي استخدمتها هنا. هو دي فايدة الابليكيشن اللي على اليونت، ان انا اخليك تستعمل كل اليونت. قول يا احمد تقول ايه؟ كنت بقول لك ان القلم ظهر لي جاي لي على التليفون بس اللاب مش اه ظهر. طيب كويس ماشي، ادي الميزة في التليفون يعني. طيب كده المسألة دي كده فيها مشكلة يا حنان؟ عملتها من اول خطوة على الكالكوليتر وطلعت 11 اوفر 16. تمشي بقى ستيبس عادي زي ما احنا بنعمل، وابقى متأكد انه في الاخر ايه هيطلع 11 اوفر 16. تمام كده ماشي. احل كمان مسألة في الميدل واي، بعدين احل واحدة في الثيرد واي او الفورث واي، وبعدين تحل. طب تشخبط على اللي انا بكتبه؟ ماشي. مايك. طيب ناخد واحدة بالنيجاتيف. ماشي ماشي. ناخد دي نيجاتيف هاف اند نيجاتيف ثري كوارتر. الأول حاجة إيه؟ لازم أعرف مين الصغير ومين الكبير. بعمل كروس، 3 over 4 ده ملتبلاي ده، ده ملتبلاي. 4 ملتبلاي 1 بكام؟ 4 و2 ملتبلاي 3 6، بس بالنيجاتيف ما تنسوش. ماشي. مين الصغير ده؟ نيجاتيف 4 صح، يبقى نيجاتيف 3 over 4 هو الصغير، يبقى حط النيجاتيف 3 over 4 نيجاتيف 3 over 4 بلس هاف الكبير اللي هو نيجاتيف هاف ماينس السمولست اللي هو نيجاتيف 3 اوفر 4. قلنا باخد اللي جوه البراكت ده الاول اخلصه، نيجاتيف هاف ماينس نيجاتيف 3 اوفر 4. طبعا لما بيكون فيه اتنين نيجاتيف ورا بعض بخليهم ايه حاجة واحدة اللي هي بص. ماشي. دلوقتي انا ما اقدرش اعمل بلس او ماينس الا لازم يكون الدينومينيتور شبه بعض. ببص للدينومينيتور الصغير ينفع يكون كبير ولا لا؟ التو ينفع تكون فور؟ اه ملتبلاي باي تو، يبقى اعمل فوق وتحت ملتبلاي باي تو، يبقى فوق نيجاتيف 1 ملتبلاي تو نيجاتيف 2 وتحت 4 بلس 3 اوفر 4 ايكوال كام؟ ال 4 تنزل زي ما هي، نيجاتيف 2 وبوزيتيف 3 تديني كام؟ 1. الخطوة دي فيها مشكلة؟ لا ايه مثلا. طيب يبقى ان انا اعمل بلس او ماينس مفيش مشكلة. الخطوة اللي بعد كده هعمله ملتبلاي الهاف، يبقى نيجاتيف 3 اوفر 4 بلس هاف ملتبلاي مين؟ ال 1 اوفر 4، يبقى نيجاتيف 3 اوفر 4 بلس 1 ملتبلاي 1 و2 ملتبلاي 4، يبقى 1 اوفر 8. الخطوة دي فيها مشكلة؟ ينفع يا مستر تعيدها؟ اه طبعا. احنا قلنا الناتج اللي هو اللي جوه البراكت كام؟ 1 اوفر 4 اوفر 4 صح؟ اهو احط انا مكان البراكت ده المفروض هاف ملتبلاي اللي جوه البراكت، البراكت تلعب 1 اوفر 4 خلاص. اعمل بلس ولا ملتبلاي الاول؟ الاولويه للملتبلاي، بعمل ملتبلاي الاول.
تمام. half تمام multiply quarter تطلع كام؟ 1 multiply 1 ب1 و 2 multiply 4 بإيه؟ صح؟ صح. الملتبلاي على طول نمريتور باي نمريتور ودينومينيتور باي دينومينيتور. طيب ونيجاتيف 3 اوفر 4 زي ما هي بلس، طبعا عشان اعمل بلس وماينس لازم يكون الدينومينيتور شبه بعض. هنا عندي 4 لازم اخليها 8 تنفع؟ اه اعمل لها ايه؟ ملتبلاي باي 2 فوق تحت، هتبقى دي نيجاتيف 6 اوفر 8 ودي بلس 1 اوفر 8 زي ما هي، انا ما عملتلهاش حاجه. ال 8 زي ال 8 فانا احط ايه؟ 8. طب نيجاتيف 6 بلس 1 تديني كام؟ دي ممكن اعملها على الكالكوليتر عشان اتاكد، تطلع نيجاتيف 5. ها لسه صعبة ولا بدأت تتسهل شوية؟ بدأت تتسهل شوية. ماشي طيب. هناخد كمان اكزامبل على الثيرد واي والفورث واي، بعدين انتوا ايه تحلوا بقى باقي الاكسرسايز. تمام اللي ماما كملها. ناخد أي مسألة؟ ناخد مثلا دي، قول لي 1/4 of the way between 5 over 7 and negative 3 over 7 from the side of the smaller. يعني هو عايز fourth way، يبقى اكتب مين في الأول؟ هو قال لي السمولر، يبقى أنا اكتب السمولر بلس فورث واي، ادي الفورث، والكبير ماينس الصغير، الجريتست ماينس السمول. ماشي. طب لو كان قال لي الجريتر بكتب جريتر ماينس، بس هو ده الفرق. طيب مين الصغير، 5 اوفر 7 ولا نيجاتيف 3 اوفر 7؟ وانا مغمض كده مين؟ نيجاتيف. ماشي نيجاتيف 3 اوفر 7، نيجاتيف 3 اوفر 7 بلس، وعايز